لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى. وعقب اجتماع مجلس الوزراء قال أشرف سلمان وزير الاستثمار إنه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون اليوم بمقر مجلس الوزراء بين وزارات التضامن الاجتماعي وكل من وزارتي الاستثمار والإنتاج الحربي. من ناحية أخرى قال رئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي إنه تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء محطتي كهرباء في منطقة البرولوس بطاقة 4800 ميجا وات ومحطة أخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 4800 ميجا وات أيضا. عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات في العديد من المجالات، حيث نصت اتفاقية وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الانتاج الحربي على قيام شركات الانتاج الحربي بأداء الربط الشهري المستحق عليها لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من الشهر القادم. بالنسبة لنا الميكنة هي جزء وخيار لا بديل عنه في كل شغل هيئة التأمينات، وبنأمل ان احنا قريب ان شاء الله الناس تقدر تسدد تأميناتها وتستعلم عنها من غير ما تضطر ان هي تتردد على مكاتب التأمينات. ربط المكاتب كلها ببعض مهم جدا، وربط المكاتب بكل الوزارات مهم جدا، والتيسير في الإجراءات وتقصير أمد الإجراءات بيقلل أيضا تكلفتها وبيقلل الجهد المبذول والوقت الضائع فيها. الوضع الجديد ده نتيجة الحقيقة لتنشيط الجهود اللي بتبذل حاليا في شركات الانتاج الحربي كلها لاستغلال الطاقات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية اللي عندنا. احنا عندنا طاقات هائلة ومحترمة جدا، بنكثف الجهود مع الجميع، مع الوزارات، مع كل الجهات الوطنية بالاشتراك في المشروعات القومية والتنموية. كما أكد الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار أن بروتوكول التعاون الذي وقع مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يهدف إلى تنشيط إجراءات المستثمرين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. البروتوكول ده كان مقرر له منذ 2008 أنه يتعمل، ولكن دائما كان في نوع من أنواع الريزيستنس بين الأطراف، بيخافوا من نقل البيانات. الأوتوميشن اللي حصل بين وزارة التضامن الاجتماعي وسرعة تلبية طلب وزارة الاستثمار في هذا، لأنه الانفراستراكتشر بتاعة الاي تي والبنية الأساسية للأنظمة المعلوماتية بتتم بطريقة أفضل بكثير من الماضي في التضامن الاجتماعي وفي الاستثمار. كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع 4 اتفاقيات قروض لتمويل محطتي توليد كهرباء البرولس والعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية. كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل استخراج الرخص والسجلات التجارية. خطوة أخرى للأمام نحو تنفيذ مشروعات عملاقة في مصر تهدف إلى استغلال الطاقات ومضاعفة الإنتاج في الخدمات والمشروعات القومية التي تعمل على دفع عجلة التنمية ودفع الاقتصاد المصري بما يوفر حياة كريمة للمواطن المصري. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. هذا وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء. أستاذ أسامة، بعد التحية لحضرتك، في الاجتماع الأسبوعي اليوم وجه المهندس شريف إسماعيل أهمية دعم الصناعة المصرية، فما هي الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة في هذا الصدد يا فندم؟ مساء الخير. أولا الحقيقة النهاردة كان في نشاط مكثف في مقر مجلس الوزراء، زي ما حضرتك تفضلتي واشرتي الى توقيع الاتفاقيات اللي بتشكل خطوه مهمه لتنفيذ مشروعات الكبرى في مختلف الارض المصريه. طبعا شفنا اتفاقيه الكهرباء الى جانب اتفاقيه بين الاستثمار والتضامن والانتاج الحربي، كلها بتصب في المصلحه العامه لتنفيذ عدد من المشروعات في المرحله المقبله. أما فيما يتعلق بالصناعة، حقيقة وزير الصناعة كان ليه مؤتمر صحفي أشار فيه إلى استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة في المرحلة المقبلة، وطبعا كشف النقاب عن الإجراءات اللي اتخذتها الدولة في شأن مصانع الأسمدة
وتوفير الطاقة للمصانع الخاصة بالحديد والصلب من المصانع. طبعا زي ما انت عارفة دي من الصناعات الاستراتيجية. كان المشكلة اللي بتقابل المصانع دي انه الطاقة تكلفتها عالية عليهم، وبالتالي بيشتغلوا بطاقة يدوبك 20%، المطلوب ان هي تشتغل بنسبة 100%. تم الاتفاق على تستعير الطاقة اللي هيتم الغاز بالتحديد اللي هيتم توفيره لهذه المصانع حتى تعمل بطاقة 100%. ده هيكون من شأنه توفير 1.5 مليار دولار تقريبا لقيمة الصادرات المصرية. أيضا مجلس الوزراء النهاردة كان لي مجموعة من القرارات المهمة، لعل أبرز هذه القرارات اللجنة اللي تم تشكيلها برئاسة وزير العدل لبحث الإطار القانوني للشركات التاكسي اللي بتنقل الأفراد حتى تتمكن الدولة من الحصول على حقوقها وتعمل هذه الشركات بإطار قانوني. اللجنة دي برئاسة وزير العدل هتجتمع فورا لوضع هذه الأسر القانونية وعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء المقبل، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. نعم. أيضا كانت هناك يعني مجموعة كبيرة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء اليوم، ما يتعلق بتوريد القمح بقيمة 420 جنيه للأرداب دعما للفلاح. أيضا من القرارات المهمة الحقيقة اللي اتخذها مجلس الوزراء ما يتعلق بإسناد بعض أعمال البنية الأساسية لبعض الشركات للتنفيذ البنية الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم ذلك في غضون 18 شهرا. نعم. مجموعة كبيرة وملف كبير الحقيقة النهاردة بحثوا مجلس الوزراء في جميع المجالات تمهيدا لوضع الأمور في نصابها. نعم. هاتفيا الأستاذ أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، شكرا جزيلا يا فندم على هذه المتابعة. أكد شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب أن الأزهر يواجه الأفكار والتيارات المتشددة من خلال العديد من البرامج التي وضعها خصيصا للتصدي لهذه التحديات، ومنها زيادة عدد المنح المقدمة لأبناء المسلمين للدراسة في الأزهر الشريف، بالإضافة إلى برنامج تدريب الأئمة لتوعيتهم بهذه التحديات وتصحيح الأخطاء التي من الممكن أن تكون قد وصلت إليهم. جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر نائب رئيس وزراء سنغافورة، وذلك خلال زيارته للقاهرة. من جانبه أكد نائب رئيس وزراء سنغافورة أن الأزهر الشريف هو منارة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع، مضيفا أن سنغافورة تقدر الرسالة التي يبعثها الأزهر للعالم كله بالوسط والسلام، حيث قدم الأزهر نموذجا للتعايش والسلام بين جميع الأديان. يعقد غدا في مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب من مصر لاختيار الأمين العام الجديد للجامعة خلفا لدكتور نبيل العربي الذي تنتهي فترة ولايته في 30 من يونيو القادم. وقد تقدمت مصر بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة بترشيح أحمد أبو الغيت وزير الخارجية الأسبق لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية. وعقب ذلك يعقد مجلس الجامعة العربية دورته العادية 145 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين خلفا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه الأمة العربية. نتحول معكم ضمن هذه الفترة الإخبارية الشاملة إلى تونس، حيث أعلنت الحكومة التونسية أن ما يتوفر من معلومات حول العمليات الجارية في بن قردان تفيد بأن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها أو المتحصنة جميعهم يحملون الجنسية التونسية.
وقال المتحدث باسم الحكومة خالد شوكات أن أعضاء الجماعة الإرهابية في بن كردان تمكنت من التسلل عبر الحدود الليبية، مشيرا إلى أنه ربما ما زال هناك بعض الخلايا النائمة في بن كردان. عملية بن كردان ما زالت متواصلة إلى أن تعلن المؤسسة العسكرية والأمنية في بلاغاتها الدورية عن توقفها، ونحن نعرف اللي العمليات التنشيط هذه وعمليات التثبت وعمليات المتابعة وما إلى ذلك تتطلب وقت، معناها ربما يستغرق أيام. لكن اللي نأكد عليه وسبق أكدنا عليه هو أنه أغلب المجموعة، أغلب عناصر المجموعة كانت موجودة في بن كردان، ربما بعض العناصر تسللت في إطار عادي أيضا عبر المعابر الحدودية وخاصة معبر رأس الجدير، ولكن المجموعة موجودة في بن كردان. الخلايا النائمة أيضا ممكن تكون موجودة. في الملف ذاته أعلنت وزارة الداخلية والدفاع التونسيتان في بيان مشترك مقتل إرهابيين وعسكري وإصابة مدني في مواجهات جديدة بين قوات الأمن والجيش والإرهابيين في منطقة بن كردان جنوب شرق تونس. وبذلك ترتفع حصيلة قتل العملية العسكرية التي قامت قوات الأمن خلال يومين في بن كردان الواقع على الحدود الليبية إلى 45 إرهابيا. وقد فرضت السلطات التونسية حظر تجوال ليلي على بن كردان التي يقطنها نحو 60,000 شخص بعد الهجمات التي أثارت الرعب بين السكان وأظهرت صعوبة ضبط الأمن على الحدود التونسية الليبية الطويلة. أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي ميستورا عن بدء جولة جديدة من المحادثات حول سوريا في جنيف في موعد أقصاه 14 من شهر مارس الحالي. وقد أوضح دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي من جنيف أن المحادثات المرتقبة سيجرى خلالها محادثات غير مباشرة مع طرفي الحوار السوري وستركز على الحكم والانتخابات والدستور. جولة جديدة من المحادثات الهادفة لوقف النزاع في سوريا ستعقد في جنيف خلال الفترة من 14 إلى 24 من مارس الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا ما أكده مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مشيرا إلى أنها ستركز على تشكيل حكومة وطنية في سوريا والانتخابات وتعديل الدستور. الوفود ستصل إلى جنيف في الأيام المقبلة وستبدأ المحادثات الجوهرية الاثنين المقبل، ولن تستمر إلى ما بعد 24 من مارس، وسيكون هناك توقف لمدة أسبوع إلى 10 أيام، ثم تستأنف المحادثات بعد ذلك. وكانت جولة سابقة من المفاوضات قد نظمت في جنيف في فبراير الماضي لكنها توقفت فجأة بسبب تكثيف الغارات الجوية الروسية في سوريا، ومنذ ذلك الحين تفاوضت واشنطن وموسكو على اتفاق لوقف الأعمال القتالية بدأ العمل به في 27 من فبراير الماضي ولا يزال صامدا رغم بعض الخروقات. وأعلنت الحكومة السورية أنها سترسل وفدا إلى مفاوضات جنيف لكن المعارضة لم تحسم قرارها بعد بشكل قاطع، رغم أن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثل لأطياف واسعة من المعارضة السورية يقول إن الهيئة سترسل وفدا صغيرا إلى جنيف للقاء مجموعة العمل التي تراقب وقف إطلاق النار في سوريا. وتتزامن هذه الجولة من مفاوضات جنيف مع الذكرى السنوية الخامسة لبداية الأزمة السورية بعدما شهدت السنوات الخمس الماضية فشلا دبلوماسيا ذريعا حول سوريا، وتحولت الأزمة إلى حرب عالمية مصغرة يمكن وصفها بحرب بالوكالة بعد أن أصبحت سوريا مسرحا لصراع قوى دولية عديدة. هذا وقد تسببت الحرب السورية التي بدأت كتظاهرات سلمية منتصف مارس عام 2011 تسببت في مقتل حوالي 260 ألف شخص وتهجير 11 مليون شخص أو ما يقرب من نصف سكان سوريا، تاركة آخرين تحت القصف بعدما تقطعت بهم سبل الفرار.